من هنا من وسط بيروت وتحديدا من محيط ساحة النجمة الذي يلفظ أنفاسه سياسيا واقتصاديا، أنجز منذ حوالي السنة وخمسة أشهر تقريرا يتعلق بالحركة الاقتصادية. الوضع كان مأساويا، الآن الوضع دراماتيكي، الصرخة كبيرة، الألم عميق، ولا معالجات حتى الساعة. تتنقل في أزقة ساحة النجمة التي يجب أن تكون القلب النابض لبيروت محال تجارية مقفلة، بعضها معروض للإيجار والبعض الآخر للاستثمار. كاميرا الام تي في دخلت إلى ما كان يسمى مطعما. الوضع كارثي، والمحال التي لم تكن مقفلة منذ أكثر من سنة أقفلت اليوم بعد صراع حتى الرمق الأخير. 1% من المحلات اللي بعده موجود، وهدول المحلات الموجودين هن يا أصحاب ملك يا مستأجرين إدامة، ولحالي بالسوق متمنى شايف ما في غيري، محل واحد. الهيئات الاقتصادية وقفت مع الام تي في على الأطلال، فهنا لم يبقى شيء وهم شهود على ذلك. وسط بيروت بيمثل 57% من المبيعات للأجانب. اليوم من سنة لهالتاريخ سكر 14% من محلات وسط بيروت، أي 84 محل بالتمام والكمال. هيدي كارثة موصوفة. يعني بعتقد المكان هو بيشرح اللي بدنا نحكيه. هيدي وسط بيروت شايفينها مدينة مهجورة. شوف ورانا سمك الغبرة ببين قديش البلد اليوم عم بتراجع. ما احنا ما بقى نقدر نستمر، البلد عم بتراجع بشكل مخيف. حرام اللي عم نشوفه. نحن رجعين من جولة على بلدان الخليج وشفنا كيف النمو، وعم شوف انه في محلات حاطين ارمى انه هلأ هن انتقلوا على مصر. ومن هذا النموذج الصارخ سيكون نداء 25 من حزيران في البيال. اللقاء فريد في تاريخ لبنان، سيجمع الهيئات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الاتحاد العمالي العام والنقابات والمجتمع المدني باستثناء هيئة التنسيق النقابية، وسيطلق المجتمعون صرخة إلى الطبقة السياسية من أجل وقف ما أسموه الانتحار الجماعي. فهيدا الكلام اللي نحن بدنا ننقله بكرة للرأي العام اللبناني، تيشوف أنه هاللامبالاة وهالجنون السياسي وين أخذ البلد وين أخذ الاقتصاد. لعب يصير جريمة. بعد الاجتماع حيكون في لجنة متابعة، يمكن لا إذا وصلنا لأضراب حنوصل، لا اعتصام اليوم حنوصل، لا شو مكان، بس ما بقى نقدر نستمر. مؤسساتنا عم تنهار، القطاع الخاص عم بينهار. شو منتظرين ليتحركوا؟ شو منتظرين ليفتحوا مجلس النواب؟ هل معقول اليوم موقفين البلد؟ في زمن الفراغ والشلل الصرخة مدوية، واستمرار اللعب السياسي على حافة الهاوية الاقتصادية سيكون مكلفا هذه المرة.